مساء الخير، كل سنه وانتم طيبين جميعا. انا بصلكوا على فكره، بصلكوا حلو قوي، وعيني على الستات بالذات، كل واحده بتبص على اللي جنبها عايزه تشوف مين اشيك من مين. على فكره ده مش في الستات بس، ده في كل حته في الدنيا. الممثلين الكوميديانات مثلا، كل واحد فيهم عايز يشوف مين هيضحك اكتر من مين. تراجيديانات مين هيبكي، حتى التوائم، التوائم بيتخانقوا وبيبصوا لبعض مين اللي هينزل قبل مين. فده اللي احنا عايزين نقوله، ده البرنامج بتاعنا النهارده، ودي التسميه الجديده بتاعته اللي هي مين يكسب مين. شكرا جزيلا. على فكره احنا النهارده عندنا فريقين، يعني فرقه موسيقيه هنا وفرقه موسيقيه هنا، وفي نجوم كتير قوي معزومين عندي النهارده. انا عامله حفله جميله كده، وعزمه ناس صحابي علشان نقعد مع بعض، ويا رب نبقى لزاز وحلوين وجمال. في فريق الف وفي فريق ب، هنبتدي ننده كل واحد باسمه. هنقول فريق الف، نبتدي ونقول قمر 14، كيد العزال، عايده الشاعر. دلوقتي هنقدم من الفريق الثاني، هتجهزوا انتوا معانا. هنقول عينيكي سلاح، القمر قمرنا، ابراهيم عبد القادر. هنقول برضو الفريق ألف، هنقول طقطق، طقطق في ليالي الحلمية، محمد فريد. هنقدم سندريلا يا ناس.
انا قلت لها قلت لها اديني الفريق الالف كله. يعني ايه ده يعني ايه ده؟ ايه النعومه دي؟ وايه ايه؟ تعالي حبيبتي عيسى كيلاني. والله العظيم عاملة زي البونبونيرة صغنونة قد كده اهو، وجميلة وحلوة وشذ القمر، وكان من الحاجات الحلوة اللي حبيتها فيها المال والبنون. اتفضلي اتفضلي يا عسل. حنان ترك. انا بقى لا مؤاخذه في الكلمه احب اتكلم مع الاسطوات الكبار اللي مش اي كلام. يعني ايه بقصه يا بلاش؟ انا بقى حد على الاسطه زكريا. اتفضل استاذ سيد عدلي. شكرا. بيقولوا دايما اي حاجه في الدنيا جميله الواحد بيختم باحلى حاجه، ودايما بنقول ختامه مسك، مسك وعنبر وجمال وحلاوه. فريده سيف النصر. لا تقعد هناك. لا معلش معلش يا فرفور، معلش يا فرفور يا حبيبي. معلش عارفه ده عشره عمري يا ميمي. طبعا طبعا ما انا عارفه انه من ورا قلبك يا فرفور برضه. من ورا قلبك يا فرفور هنخسر كده. لا ما لا لا صدقيني معاكم مدام عايده. بس محمد هتشوفوا، بس هتشوفوا. الاسد وحصان بيتسابقان ايهما يصل الاول. يعني اسد وحصان بيتسابقوا الاثنين، مين فيهم اللي ممكن يوصل الاول؟ الحمار. الاسد ولا الحصان؟ مفيش حمار. اسد ولا حمار؟ حصان ولا حمار؟ مين اللي ممكن يوصل الاول؟ الاسد طبعا هياكل الحصان وهيوصل. اسرع. هي دي عايزه مشكله يا عم. طب ويعني الاسد لا يمكن الحصان يجري جنبه؟ لا هم كمان يمكن يكسبوا اساسا. طب ايه رايكم ان ده صح فعلا يا جماعه؟ هياكلوا. الاسد اساسا مش هيسيبه خالص، لا يتكامل ولا يمشي ولا يشوف الدنيا. هياكلوا. انا لو اسد هاكله. طيب دلوقتي انا عايزه اسال سؤال. لو حته السيمه دي مش ماشيه معايا، ممكن اعمل مثلا نظام اعلانات، الاعلانات اللي بنعملها على السلع، وممكن نشوف يمكن تمشي معايا وربنا يكرمني في الاعلانات. فبرضو يا اخوانا يعني انتوا قاعدين معانا في القعده، وانا عايزه اعمل اعلان عن بطاطين جديدة. بطاطين جديدة، بس أنا عايزة البطاطين بتاعتي أنا تبقى أحلى بطاطين. يتقال عليها إيه؟ لا بس إحنا ممكن نختار السلع اللي نعمل لها إعلان. أنتوا لا ده أنا اللي أختار بقى. أنت لازم تختاري. أنا عندي ثلاث سلع، شوفوا إيه السلع اللي تعجبكم. نختار ثلاث اختيارات. في عندي شاي. شاي. شاي جديد أنا مسمياه شاي. البراد الاصفر. لا يا ماما. تافله. تافله. شاي تافله يعني كده تافله. فعايزاكم تقوموا. ده غير فتله ابو فتله. حلو حلو. عايزاكم تقوموا وتقدموا لي اعلان. تافله تافله. عايزه اشوف اعلان عن شاي تافله يخلي الناس كده. يعني انا عايزه الناس تبقى كده بقى.
نعلن عن اتفضلوا بس هتقوموا تمثلوه. الشاي 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 اعمل لك يا حبيبي الشاي قال ما احبك بشرب شاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 اعمل لك يا حبيبي الشاي قبل ما احبك بشرب شاي يا حبيبي يا حبيبي اعملوا شاي فرح عيوني لديه ايه بهم من انتو بقول لك يا اعلان 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 عن عن الشاي طفلة طفلة هو اسمه طفلة اسم طفلة طفلو اه يعني اه طفلو اهلا هنحاول بالغنى معلش عايزه اعلان كده الناس كده يلا استنى ما اشوفها استنى انا حبيبتي بتدور واحد واحد قال لي ما سبتش السكه وجاي ايدي يا حلوه قوي مع الطفلو على الطفلو الله قال لي ما سبتش السكه وجاي الله الله ايدي يا حلوة قوة مع الطفلو الطفلو شفته قال لي ما سبت السكة وجاي ايدي قوة مع الحب قال لي ما سبت السكة وجاي ايدي يا حلوة قوة مع الشاي وما تأخر جبت السكر وما تأخر جبت السكر قلت أصب الطفلو قلت أصب الطفلو أهو جاي قمدار استنى وداره وانا من ناري بيغلي الطفلو قمدار استنى وداره وانا من ناري بيغلي الشاي هي عندها اغنيه كده ركبتها على الطفلو بجد بس قولي بيغلي الشاي طفلو خليها تقول اغنيه الاساسيه حلوه من غير طفلو بقى يا مين اغنيه حلوه قمدار استنى وداره وانا من ناري بيغلي الشاي قدام دار استنى وداره وانا من نار بيغلي الشاي شلت الميه وحطيت ميه كل شويه اقول وجاي قدام دار استنى وداره وانا من نار بيغلي الشاي شلت الميه وحطيت ميه كل شويه اقول وجاي بس اتاخر جبت الطفل بس اتاخر جبت السكر قلت اصب الشاي قلت اصب الشاي وهو جاي هايل هايل لو سمحتي يعني شفتوا الاعلانات شكلها يعني ايه تهيألي لما تتقال غلوه من فضلك يمين في الدنيا مش هيجيب شاي طفلو قول له طفلو طب الوحيد جنب بعض ايه ده استنوا لا شوفوا الاعلان الفاشل استنوا يا جماعه انا عايز اعرف ايه ده في ايه ده في ايه عايز شاي طفلو واحد شاي باللبن ده ماله ده في ايه عايز حليب واحد شاي طفلو ايه في لا حلو ده جد حلوه جدا واحد شايل طفله طب ايه رايكم بقى ان ده ممكن يبقى الافيش بتاعنا يعني يبقى البراد كده وواحد شايل طفله ونقول شاي طفله طب فريده نعم. عندك انت اي فكره عن اعلان طفله ده بالذات بعد ما قالت اي حاجه ثانيه اي حاجه خديني في اي حاجه غير طفله بلاش ده طيب اوكي انا اساسا ما بحبش الشاي بطفله خالص هنا فريده هنعمل بفتله عشان خاطر كل حاجه هي عايزاه بس من غير طفله من غير طفله يبقى معاه ثانيه واحده يا جماعه الفريق ب عايز يسال فريق الف سؤال اسالي حنان ليه احنا بنحط على الشاي طفلو نحط عليه لبن لماذا لماذا نضع على الشاي طفلو لبن عشان ممكن طفلو يشرب منه برافو عليك برافو اجابه
عشان التفلو يرجع. اقول انا الاعلام بتاعي؟ لا طبعا لازم انت بالذات يا ماما لازم ابروزك. هو انت طلعك كده؟ قولي لي بقى حاجه تسرح قلبي على شاي تفلو، خصوصا ان انت كله كلر كل الالوان يعني يعني كده بس تقفي حلوه. قولي بقى حاجه حلوه عن شاي التفلو. سيدتي اشربي شاي تفلو لان شاي تفلو بيعالج العقم. شاي تفلو الانابيب. انابيب ايه؟ شاي تفلو الانابيب. تفلو الانابيب يا جماعه، انا بتكلم عن شاي مش عن تفلو الانابيب. ولا انت يا ماما انت فهمتيني غلط يا عيوشه. طب هم سقفوا ليه؟ يا حبيبتي انت فهمتيني غلط خالص. طب انت رايك ايه لو احنا دلوقتي عملنا اعلان عن شاي تفلو؟ عندك حاجه تقولها اعلان حلو كده عشان المسائل تمشي معانا وربنا يكرمنا؟ ميرسي. دولي شاي حلو. قول بس مش هقول. لا قول وياي. قول وياي. قول معاه. لا ما اقدرش. لا ما تضحكش معايا، بقول من غير ما نتحايل عليك على طول. خش. خش على طول. بس حاجه حلوه الله يخليك. شاي تفلو هو الشاي الوحيد اللي من غير تفلو. هشربه. حلو. ملوش تفلو خالص. طب انت بقى عايز تقول ايه؟ انت مش عايز تقول حاجه على الاعلان؟ والله العظيم في اعلان تاني ممكن اقوله. طب يا ريت قول اعلان. اعلان البطاطين ده. بتاع البطاطين. طب حلو. دلوقتي كلكم في التوني، انتوا اخترتوا دلوقتي الشاي. شاي تفلو. البطاطين. شاي شاي تفلو. ايوه. اول ما تشربه تتفلو. انت كده عايز تخرب بيتي يا استاذ. ده انا لما قلت تتفلو دي مش هوشك الفيلم والمنتج. لا كده لا 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 مش ممكن. تفلو بالبامبا. انا ممكن ننسى بقى شاي تفلو وهنتكلم في البطاطين. اعلان بطاطين. هتقول ايه؟ قول انت بقى يا حبيبي هتقول ايه؟ هتسمي البطاطين ايه الاول؟ بطاطين صيفي. البطاطين نسميها ايه؟ بطاطين صيفي. بطاطين بطاطين خمسه. خمس بطاطين. بطاطين خمسه. والله حلو. والله والله حلو. والله لا خلينا نسميه اسم جميل. بطانية صيفي. بطاطينكو. 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 بطانية كلاب. بطاطينكو. بطاطينا. بطاطينكو. بطاطينا. بطاطينا. بطاطينكو. بطانية بارتي. بطانية بارتي. الله. هتقول ايه عن بطانية بارتي؟ بس حاجة اللي هي بقى عشان ربنا يكرمنا. اتلف في البطانية واتغدى. غدا في البطانية. حد ياكل في قلب البطانية؟ مش بارتي. يعني كل ما يقعد ياكل يتلف في بطانية. وفي كله بطاطين. كله بطاطين. لا ما ينفعش يا أستاذ. خلاص قالها. سمعني سمعني. قال ايه؟ قالها بطانية بارتي. بطانية بارتي. هو انت كنت قول يا سيد محمد. وانا ماشي في حالي بطاطين. ايه اللي جرالي بطاطين؟ وانا ماشي في حالي بطاطين. شكرا يا استاذ. شكرا. ده انت عاون. ده في روح حلوه. في روح حلوه. بس انا مش عايزه كده. الله. دلوقتي انا عايزه ابراهيم يقول لي. انا سالته مرتين ثلاثه انتوا مش عايزين تخلوه يقول لي. انا عايزه حاجه. خلاص بما ان البطاطين يعني بتمنع الهوا فنقول جانا الهوا. يا ريت. ماشي. يابا يابا شاغل بالي. الله 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 على الصوت الجميل. والله صوت جميل واداء جميل وغنوه. لسه يا اخواننا ما جبناش سيره البطاطين بس فعلا ممكن ده يبقى اعلان ظريف. انا متشكره لكم جدا عشان البطاطين وعشان الشاي والتعاون الجميل. والله تعاون فعلا جميل. يا ماما في حاجه مهمه دلوقتي اكتشفناها. ايه؟ بما ان احنا ان شاء الله عندنا مسرح كتير ان شاء الله الصيف. وعروضنا يعني. لازم نحط فيها الدويتو الرهيب ده. طبعا اول مره اشوف دويتو ماشي مع بعض. لا وما عندكيش فكره كمان لايقين على بعض فاهمين بعض يا امي. يعني واحد بيبدا النكته الثاني بيكملها. ما احنا ممكن نكمل ان البطانيه بتعمل تدفئه غير عاديه. بتعمل ولع غير يعني. ومن ضمن الحاجات ان احنا ممكن نجيب بطانيه. لا 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 في وسطها تستوي. لا 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 استني يا فريده. السؤال حاجه غريبه يا ماما. بطانيه. لا نجيب البطانيه ونحط فيها بطانيه تطلع مستويه. ده فرن بقى. ده فرن بقى تشوي عليها ذره.
ايه ده مش ممكن يا ناس. انا عندي لا انا هعمل بقى اعلان مضاد على الاعلان بتاعي. ليه بقى يا فريدة؟ هاخد الشرقاوي كده حطه جنبي واللي اتجوزت عطيه عشان استغنى على البطانيه. انا متشكره جدا يا جماعه على الاعلانين اللي ان شاء الله انا بتهيالي انهم هيبقوا ناجحين الاثنين. هيبقوا زي الفيلم دلوقتي. انا سمعت بص هنعمل حاجه كمان. ايه؟ بعد عطيه عشان استغنى على البطانيه. عطيه ده جوزي ومرتبتي والحافي نلاقيه واقف حافي. محمد الشرقاوي يعني عنده طموح ان احنا نروح نشتغل في النايت كلاب. لا 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 هو بس هاوي عبد الحليم جدا على فكره. ما حدش يغركوا جسمه يعني. هو ممكن يبقى مليان لكن عاطفي جدا ويحب عبد الحليم حافظ قوي. فممكن تسمعنا حاجه لعبد الحليم حافظ يا شرقاوي؟ قول حاجه بس ايه بنفس الاداء زي ما فريد قالت كده. هيبقى ايه دويتو يعني؟ لا ممكن تغني عبد الحليم لوحده. عبد الحليم بس عبد الحليم بايديه بحركه. اقول لي حاجه هعملها بكله. ماشي حاضر. الصوت حاجه كويس. بس هذا حلو. والقلح اللي في قلب ازاي ادويه ادويه والدمع اللي في عين الامتى داريه داريه لا انا بشكي ولا بحكي بس قولي يا حبيبي يا سمر يا سمراني مين قساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا يا اسمر يا اسمراني مين قساك عليا لو ترضى بهواني برضو انت اللي ليا بتزيد عذابيني بيهون شبابيني بيزيد عذابيني بيهون شبابيني ويطول غيابك ليه يا سيدي قول لي ليه يا اسمر. الله. طب ايه رايكم بقى؟ صوت جميل يعني. النهارده كل المطربين اصواتهم جميله جدا يعني الممثلين والمطربين كل صوته حلو. ده ايه الحلاوه دي؟ في حاجه ثانيه بقى. في حاجه ثانيه. ايه بقى يا عم سيد؟ عايزين نسمع الاستاذ محمد فريد وهو يعزف على الناي. سمعنا بقى يا محمد. ايوه بيعبر. هنقول مع بعض. لا لا بس تعالى بقى عشان بوظت الدنيا. لسه اول حرفين ده لسه. فينك يا ماما؟ يا حنين يا امن ليش قتلته هناك يا ابوك؟
مين اللي موت هنادي يا امي؟ موت هنادي على الضابط يقتله. معلش يا خالتي ما تنسيش يا خالتي. انت خسيتي وبقيت النص يا خالتي. تكلمي بدل. لا تبكي يا خاله انا. لا تبكي. ده انا كنت طويله لكن بعد موتها تقصرت. قصدك اتكعبرت يا خالتي. طيب وانت يا عائشة في حاجة تانية غير التمثيل ممكن تقدميها لنا؟ مش بتقلدي يا عائشة. غير التمثيل؟ اه هي ومزاجها كتير. هي ومزاجها. قلدت قبل كده كتير. طب انا ما شفتش. انا ما شفتش. ممكن تقلدي مين بس حلو يعني؟ اتفضلي حضرتك. اقلد هند رستم. طب قومي. هند رستم يعني سابت الناس كلها. اي كلام. اي كلام. يا هند سابت فنانات مصر كلهم. هند رستم. هند رستم. طب انا عايز اشوف بقى هند. فاكرانا هندوة؟ ايه ما شبهش. لا يا ازاي. لا الاول هند رستم نشوف. او بعدين ممكن. ها قلتوا زكي رستم ولا قلتوا؟ لا ذاكر. ده اسمع كويس. على فكره على فكره عائشه مش بس كوميديانه. عائشه ممثله هايله. كانت معايا في مسرحيه طبعا. كنت بغير منها جدا ان كل ما بتطلع بتاخد سوكسي. ولما بتحب تبقى بنت بتعمل بنت. بالظبط قوي الفركشه دي. هي دلوقتي بتعمل شخصيه تانية. عايزين نشوف هند رستم من خلال عائشه كلامي هتبقى ازاي. عايز اقول لك حاجه بس ارجوك تفهمني وتسمعني. اما بتكون بعيد عني بحس ان في حاجة ناقصة مني. ولما بترجع لي بحس ان الحاجة دي رجعت لي تاني. هايلة. والله هايلة. انا حاسة ان النبرة قريبة شوية مش كده؟ لا ده جدا يعني فعلا اديان الصوت. هي طب ايه تاني ممكن تقلديه كده حلو برضو؟ برضو تأمين؟ ماجدة. ماجدة؟ طب ماشي. ماجدة بس ماجدة بقى وهي بتحكي حكاية بقى. يا ريت. لأن الأغنية أنا استهلكتها. لا قولي قولي حاجة بتحكيها. كان في مرة يا أطفال واحد راجل عجوز قاعد على دكة. دكة. عطفت عليه طفلة بقرش من مصروفها. فضل يدعيلها ويشكر معرفها. قالت له ما تقولش كده يا جدو. الله. طب والله العظيم ثلاثة حلو. تقلد تقلد مين يا جمال؟ ايه ده؟ طب انا نفسي بقى اسمع صوت نفسي. سمعيني بقى هتقلدين ازاي. طب انا نفسي بقى اسمع صوت نفسي. هي سخنة. وبعدين مطربة بعد الظهر. انا بتشتغلي مطربة؟ لا عندي اغنية حموتة اغنيها. ما حدش راضي يسمعني. لا انا بقى والله كلنا مش انا بس كلنا عايزين نسمعك. قوليها يا عيسى. هي كوبليه واحد ما تروحوش اوعدوني. لا ما حدش هيروح. هتروحوا يا جماعة؟ هتروحوا؟ لا لا حد فيكم عايز يروح؟ كله هيسمع يا عيوش. يلا. والنبي ما اخدك على دورة ولا شوفش العيشة المرة. والنبي ما اخدك على دورة ولا شوفش العيشة المرة. انا شرط عليك تربت تربت تربت. الله يخليك تربت تربت تربت. اخدك وحديك زي الفريق ولا حد جنبه ولا له شريك. وانا شرطي كده. وانا شرطي كده. انا شرطي كده. انا شرطي كده. انا شرطي كده. وانا حرة. الله.
دي كان نفسها. طب ايه رايك بقى يعني استريحتي نفسيتك؟ لو جايين بكره ممكن اغنيها لكم تاني. كفايه كده بتهيا. كفاية ولا ايه؟ ايه يا جماعة نديها فرصة ولا ايه؟ ايوه احنا موافقين. يمكن التانية. طب قول يا مام بس. انا ما سمعتهاش قبل كده. اكيد. كتبوا كتابك يا عروسة وانت لسه صغار. ادي العريس بعضه يا حيلة مع امه طار. ادب انه شاف دم اسنانك. ادب انه شاف شعرك عيرة. ادب انه شاف دم اسنانك. ادب انه شاف شعر العيرة. ادب انه مش ضامن حاجة. ادب انه والزومبا ما اخدهاش غيرك. الزومبا انا اللي خدتها يا جماعه. فعلا الزومبا ما خدهاش حد غيري. دي غنوه دي ولا خناقه؟ انا عايزه اعرف. انما حلوه اكمنه دي. اكمنه حلوه قوي. شرقاوي في ايه؟ هي مشيت. طالبين مني اغاني؟ يلا. لا لا انا شايفه ان عائشه وهي بتغني الغنوه دي حسيت كده زي ما تكون بنت زي القمر، عروسه جميله لابسه الطرحه والفستان وقاعده كده على الكوشه وعيوده بقى. عيوده تسمعنا بقى وتقول لنا حاجه للعروسه الجميله قوي دي. تقولي ايه يا عيوده؟ يلا وانت عروسه بقى. عروسه ولا قمر 14 ولا؟ لا 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 مفضلك. عايزه تقولي ايه؟ احنا نعمل فعلا كرسيين هنا يقعد محمد الشرقاوي او محمد فريد والعروسه والعريس وحنان ترك تعمل الراقصه. اصلي انا دلوقتي انا شايفه ان الناس اللي الناس اللي في الصاله بيطلبوا ثلاث اغاني. ثلاث اغاني منك يا عايده. يعني بيقولوا قمر 14 بيقولوا الليله. انا عايزه حاجه تكوني انت عايزه تقوليها. قمر 14 نقول قمر 14 مع عيوشه كمان. دي عيوشه بقى. يلا قمر 14 يلا. العريس والعروسه قاعدين في كوشه وعيوده بتغني لهم الغنوه الحلوه دي. لا حول الله يا رب. عايشه قمر 14 اهي. سكر قدامك اهو وجمالها مش على حد وهواها ملهوش حد. وجمالها مش على حد او هواها ملهوش حد. وعمره ما هيقابل حد. وعمره ما هيقابل حد. بيحب الحب ده وعمره ما هيقابل حد. وعمره ما هيقابل حد. بيحب الحب ده. انا اهو انا اهو انا اهو انا اهو قمر 14 اهو. انا اهو انا اهو قمر 14 اهو. سكر قدامك اهو وجمالي مش على حد او هوايا ملهوش حد. وجمالها مش على حد وهواها ملهوش حد. وعمره ما هيقابل حد. وعمره ما هيقابل حد. بيحب الحب ده وعمره ما هيقابل حد. وعمره ما
حيقابل حد بيحب الحب ده انا 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 اهو شريك بقي على عشرة معاك شريك 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 وين رحت هنا وهناك بقي على عشرة معاك وين رحت هنا وهناك شريك 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 بقي على عشرة معاك شريك 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 وين رحت هنا وهناك شريك 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 بقي على عشرة معاك شريك شريك وين رحت هنا وهناك بإيدي اتبت على الخد وقعدت السنة عيني واسأل في غيري بيحب الحب ده وعمره ما حيقابل حد انا اهو فانا اهو انا اهو انا اهو قمر 14 اهو انا اهو انا اهو انا اهو قمر 14 اهو سكر قدامك اهو وجمالها مش على حد او هواها ملهوش حد وجمالها مش على حد او هواها ملهوش حد حيقابل حد بيحب الحب ده انا 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 اهو
اتعرف عليكم. اماني الجمل تربية فنية. هبه احمد انا شايفاكم تشايلين حاجات كده. ايه الحاجات دي؟ التصميمات بتاعتنا. طب مش تفرجوني عليها؟ اتفضلي. ده تصميم مشروع امتحان ولا تخرج ولا ايه؟ لا هو نص سنة. مشروع نص سنة بتاعك انتوا الاثنين مع مشترك؟ بتاعك انت. طب ليه اخترتيه فرعوني؟ مش ده برضو شكل فرعوني؟ هو عن الفن الفرعوني وعن الصيد. عن الصيد في الفن الفرعوني. ليه بالتحديد الموضوع ده؟ يعني هو كان عندكم اجباري؟ لا الموضوع حر، بس في فن الصيد لقيته غني بالعناصر والحركات فيه كتير، والنباتات بيشمل نباتات وانسان واسماك، فجامع حاجات كتير. هي لوحه حلوه قوي قوي. هي طلعت النتيجه يعني خدتي تقدير عليها ولا لسه؟ ما لا لسه لا، المعيد شافها بس لسه. قال لك ايه عليها؟ لا هو عجبته. وهي عجبتنا جدا، واكيد هتعجب الساده المشاهدين دلوقتي. وانت فين مشروعك؟ انا مشروعي في الكليه هو فني شعبي. فن شعبي. انا احب الفن الشعبي قوي. يعني بعمل نحاس وبعمل برضو، عملت مشروع زي ده وبرضو قانون الجواش. فن شعبي بس هو في الكليه. طب انا اسالكم سؤال بسيط قوي، عشان انتوا طبعا مجهدين جدا من المذاكره والمشروعات مش كده؟ سؤال بسيط جدا. حد انت عندك قطه في البيت؟ عندك قطه؟ ما بحبش القطط. طب اسمها ايه القطه بتاعتك؟ بوسي. اسمها بوسي. وانت عندك قطه ولا لا؟ مفيش قطه. طب تفتكري بقى كل الناس، يمكن تقريبا ثلاث ارباع الناس اللي عندهم قطط بيسموها بوسي مش كده؟ ليه بالتحديد اسم بوسي؟ طب تعرفي اصل كلمه بوسي ايه؟ يعني اصل التسميه دي ايه؟ التسميه لا. طب هل هي فرنسيه ولا من مصر القديمه الفرعونيه ولا ايطاليه؟ هي تقريبا فرعونيه. تقريبا. طب وانتي؟ هي تقريبا فرعونيه. ده انتي ماسكه اللوحه حتى، يعني المفروض قوليها بصوت عالي. فرعونيه. فعلا تسميه فرعونيه مش كده؟ فرعونيه. طب كويس، هي الاجابه صح، هي التسميه فعلا اصلها فرعوني. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. يرد الشيل وانا الشايل، نجوم الليل بتتمايل. يرد الشيل وانا الشايل، نجوم الليل بتتمايل. على بابك يزيد الميل، على بابك يزيد الميل. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. رميت القاه وسكنتك وقلبي ته بسكنتك. رميت القاه وسكنتك وقلبي ته بسكنتك. وحكمتك وفاضي الكيل، وحكمتك وفاضي الكيل. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. عينيك سلاح وقلب ضعيف، ملان جراح وحمل خفيف. شوقي ويطال تعذيبي اول مره، طال شوقي ويطال تعذيبي ثاني مره، طال شوقي ويطال تعذيبي ثالث مره، طال شوقي ويطال تعذيبي رابع مره، طال شوقي ويطال تعذيبي خامس مره، طال شوقي ويطال تعذيبي حتى مره، طال شوقي ويطال تعذيبي امشي بره، طال شوقي ويطال تعذيبي انا طالع بره، طال شوقي ويطال تعذيبي. مع السلامه. مع السلامه. احنا اسفين ودي اخر مره. انا اول مره اسمع اخر مره وثالث مره ورابع مره. دي غنوه ايه دي يا ناس دي؟ احنا هنلعب مع بعض لعبه جميله جدا. ما
انتوا كلكم حاضر دقايق في قدامنا هنا الباسكت بول ده السله قدامنا احنا دلوقتي هنجيب كوره وكل واحد من الموجودين هيجي يقف في النص هنا بالظبط ويحاول انه يدخل الكوره في قلب الشبكه حسب المرات كل واحد له فرصتين مرتين عشان لو مره تخيب مره تصيب فعايزين نشوف ونعد كل واحد هيجيب قد هتبداوا انتوا الاول مع مزيكا جميله فيها حماس عشان احساس قوي هتبدا محمد يبقى وراك كده هنعمل ايه ده بقى ان شاء الله هتقفوا بس واحد واحد انا مش عايزه اتلخبط عشان اعرف الفريق ده كام وده كام مين يا محمد طب ما انت كنت واقف عشان تلعب طب ادي الكره لفريدة يلا يا بابا انتوا بتضيعوا وقت طويل جدا هتيجي تقفي في النص هنا يا ماما وتحاولي تجيبي الجول يلا فرفوره ايوه الكره في الملعب مع فريدة سيف النصر فريدة سيف النصر طلعت على الكرسي فريدة سيف النصر جابت بالها ليه لان فيها ذكاء لا كان فيها ذكاء يعني فعلا عملت حركه جميله وذكاء لكن ده مش معناه انكم تقلدوها ما حدش يقلدها لا اهو وريني بقى يا فرفوره اجمدي اهي ما جاتش طب اوكي اللي بعده عشان نكسب وقت يلا حنان يلا ماما La 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 la
ونتفرج على الجنين الحلوين. يلا حماد كام؟ يلا اشهر لاعب بيدخل اجوان للفريق المنافس. ايوه احنا كام يا ابني؟ لا ستة. ستة واحد. انا مش عايز اجيب اجوان بس المهم شكل اللعب. ايوه يا ريت. متمكن. هنعمل تصافي دلوقتي هنا طبعا. مدام عايده و ومين اللي اثنين كمان؟ الفريز الفايد هو اللي ياخد الكوره. وانا حسبتيه الاولانيه عشان بالذكاء. طب دلوقتي قلق ام الذكاء دي ما تمشيش هنا. هنا عايزين اجوان اجوان. طب انا عايزه اشاهد الجمهور اللي معانا وهم عدوا كل الاجوان وعرفوا مين اللي جاب جون اثنين. فممكن احنا نقول هنا في فريق وفريق، انهي فريق اللي غلب؟ الف ولا ب؟ لا انا مش سامعة. في ناس بتقول الف وناس بتقول ب. الف. ده معناه بقى ان الاثنين حلوين. ممكن بقى حد يقول لنا غنوة صباح؟ الاثنين حلوين. الاثنين طعمين محتارة. قولي دي يا ماما تعرف تقولي ايه؟ الاثنين حلوين الاثنين طعمين الاثنين فايزين. محتارة اقول مين ولا اقول مين؟ لا نقول حاجة تانية بقى عشان انتي مش حافظة. اي حاجة. ها قولي اللي يعجبك. نقول ايه؟ تطلبوا ايه؟ ها يلا حاجة فرايحي بقى. الليلة الليلة فرحتنا الليلة. الليلة الليلة والصحب جميلة. جميلة الليلة حنفرح ونغني ونقول مواويل مع صحبة جميلة حتجمعنا على حب جميل. الليلة حنفرح ونغني ونقول مواويل مع صحبة جميلة حتجمعنا على حب جميل. ويا رب الفرحة معنا طول الايام وقلوبنا تحب وتتمايل مع نسمة. الليلة الليلة فرحتنا الليلة. الليلة الليلة وفريقنا منور. طرزان ورايا ولا لعبت واحد؟ انا في انا في الغابه. في ايه يا اخوانا؟ بصي بصي يا ميمي بس برافو دي بتاعت ابني حماده انا بحبه قوي. انت عارفه كده كويس قوي حبيبتي كده برافو. هم عندهم فريقين في المدرسه فاللي يغلب التاني عشان يغيظه يقول له برافو. لعبت واحد. لعبت واحد يعني انت دلوقتي بتغيظوا ولا ايه؟ بنغيظ الفريق التاني يا ابله. لا واحنا اتغاظنا. بس انا عايز ارجع للصحبه الجميله اللي قالتها. لا ما نعرفهمش. عايز تقول ايه يا سعيد؟ قول احنا اتغاظنا. هم بيغزونا واحنا اتغاظنا. وانتوا اتغاظتوا؟ بس انا ما اتغاظتش خالص. انا فرحانه فرحانه بيكوا جدا والصحبه الحلوه والقعده الجميله والناس اللي جم النهارده واتفرجوا معانا وشاركونا
في الحفلة الجميلة اللي عملناها بالناس الظراف الجمال اللي دمهم زي العسل اللي كانوا معانا، وعايزين نقول لهم كلهم متشكرين، ونقول متشكرين جدا لعيوشة السندريلا الجميلة اللي زي القمر. ونقول لإبراهيم يا رب دايما يديك الصحة ويديك الصوت الجميل الحلو ده واللي تمتعنا بيه. ونقول لحنان مستقبل قدامك جميل وانت وشك اجمل منه. ونقول لابو السيد بقى يا اسطى زكريا، يعني انت النهارده نورتنا وانستنا وعملت لنا كذا شخصيه جميله، وبنقول لك شكرا يا سيد. العمده، سلام كبير للعمده. تا 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 لا 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 لا. العمده كبير، العمده بتاع اهلا بالسكان والطبال. انا عايزه اقول لمحمد فريد شكرا 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 يا محمد، دي قوي قوي. الكلبوزه التخينه الحلوه الاموره اللي بتقول نكت زي العسل وبياكل لحمه كتير، محمد الشرقاوي. مانس الشهير بمانس. اما بقى نجمتنا الحلوه القمر الجميله اللي دايما بتمتعنا في احلى ايام عمرنا في الافراح، كل واحده مننا بتتمنى ان بنتها تبقى عايده الشاعر بتزفها. فعلا عايده الشاعر. برافو. الفرفور بقى، الفرفور الجميل اللي زي القمر اللي اكتشفت انها بتغني وصوتها زي القمر وبتقلب وقروبه جامده قوي. انا متشكره جدا جدا ليك يا فرفوره. احنا متشكرين ليكي. ونقول لجمهورنا اللي قاعد في البيت بيسمعنا وللناس اللي حوالينا دلوقتي كل سنه. عايزه اقول كلمه بس. ايوه يا ماما عايز تقولي. اوان شكرتينا كلنا. اه طبعا. لكن احنا ما اديتناش فرصه نشكرك. لا يا حبيبتي، لان حاجه جميله جدا. حاجه جميله قوي قوي. تعبتي معانا. يكون اللي بيقدم البرنامج فنان زيك. طبعا ده بلا شك ان في مذيعات هايلين جدا، بس فرصه ان فنان بيقدم فنان دي بتبقى فيها حته جميله قوي وكبيره من التالف، لان احنا بنقضي عمرنا كله معظمه مع بعض اكتر من بيوتنا. فكل واحد فاهم في التاني قدراته ايه وقد ايه بيحبه وقد ايه متالف معاه. فميمي الحقيقه كانت انسانه عظيمه جدا، وزي ما هي فنانه عظيمه وقدمت الجميع ده. دي حلوه جدا. شكرا. متشكره للشعور الجميل ده ولقعدتكم الحلوه ولوجودكم معانا ولاحساسكم باننا يعني احتمال نكون قدمنا حاجه تكونوا مبسوطين منها. فعايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وعايزين نشوفكم دايما، وشكرا. تصبحوا على خير.